تسجل مملكة البحرين بتدشينها مسابقة البحرين العالمية لتلاوة القرآن الكريم عبر الإنترنت القارئ العالمي، والتي تجرى تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، تسجل سبقا عالميا في مجال المسابقات القرآنية الدولية. المسابقة التي أشرفت على نهايتها بنسختها الأولى تهدف لتشجيع الناشئة والشباب على الإقبال على تلاوة القرآن الكريم وترتيله في الوقت ذاته، تسجيل إضافة جديدة وفكرة متميزة في ميدان التنافس القرآني المبارك. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. لهذا الهدف ولتلك الغاية وجدت مسابقة القارئ العالمي، والتي تنشد إبراز القراء المتميزين وكشف اللثام عن تلاوتهم الخاشعة المتدبرة، هدف سام وغاية نبيلة تتشرف بها مملكة البحرين. هذه المسابقة هي إضافة تضاف لمملكة البحرين في خدمة القرآن الكريم، فالبحرين خدمت القرآن الكريم عن طريق طباعة المصحف الشريف كنسخة متميزة خاصة بمملكة البحرين، أمر بطباعتها جلالة الملك حفظه الله ورعاه. أيضا عندنا المسابقة الكبرى للقرآن الكريم التي تجرى سنويا في شهر رمضان المبارك. عندنا أيضا مراكز التحفيظ، وعندنا المشاركات العالمية الكثيرة والمتعددة التي يعني قد برزت فيها مملكة البحرين. فيتوج كل ذلك بهذه المسابقة العالمية النوعية. ما يميز المسابقة التي شارفت على نهايتها في نسختها الأولى عالميتها وانتشارها على نطاق واسع، حيث وصلت إلى كل بقعة في العالم تتوافر فيها خدمة الإنترنت، فهذا عربي وذاك عجمي، وهذا أبيض وذاك أسود، لكن الجميع تلا ورتل كتاب الله بلسان عربي. مسابقة البحرين العالمية لتلاوة القرآن الكريم عبر الإنترنت، أو مصطلحا على تسميتها بالقارئ العالمي، هي مسابقة نشأت كفكرة في تغيير النمط التقليدي للمسابقات القرآن الكريم الدولية التي تقتصر فيها المشاركة على مرشح أو ممثل واحد لكل دولة. فالمسابقة طبعا امتدت لمدة 9 أشهر، صفين المتسابقين فيها عبر 4 مراحل. احنا الآن في المرحلة الخامسة، بدأنا عدد المشاركين الذين انضموا سجلوا في هذه المسابقة كانوا 5000 متسابق تقريبا. الآن صفينا على 5 متسابقين على مستوى العالم، إن شاء الله سيتم إعادة التصفية على هؤلاء المتسابقين في المرحلة الخامسة والنهائية أمام الجمهور مباشرة، وبحضور أعضاء من لجنة التحكيم ممن شاركونا في التحكيم على تلاوة المتسابقين عن بعد. إن اهتمام ورعاية عاهل البلاد المفدى لهذه المسابقة نابع من أهداف عظيمة تعنى بحفظ كتاب الله تعالى وتشجيع الأجيال على التمسك بآدابه والتحلي بأخلاقه. فالقرآن الكريم مصدر عز وكرامة للمسلمين، وهو سر سعادتهم في الدنيا والآخرة. لمركز الأخبار طارق السواعير، تلفزيون البحرين.